السلام عليكم. اللي كيعجبني في مدينه جده هي الجو زوين الحمد لله، وكاين البحر، وكنجي نشوف لا فامي هنايا في جده، وكنشوف الاصدقاء. انا قديم كنجي هنا لجديده، وكنجي لجديده عاوتاني باش كنعاود ندير صله رحم مع دوك الناس اللي كنا كنشوفو قدام وداكشي. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يتحقق الامن هنا في مدينه جديده، هي الحاجه الوحيده اللي تنطلبوا هنايا. وراه المدينه جينا غادا تتطور الحمد لله، وكاين بزاف الحوايج غادي تتقال، غير خاص شويه عاوتاني يزيدوا يكونوا واحد التحفيز في الامن، يكونوا واحد التدعيم من الامن، وهذا ان شاء الله غيكون خير صافي، وشويه النقاء النظافه، وان شاء الله غتكون بخير وعلى خير. جديدة مدينة ساحلية، وكتمتع فهمتي بالجو ديالها زوين، وكاع الناس كيجيو لها من جميع أنحاء المغرب، وهي عندها واحد الجو ديالها متقلب شي شوية شي باش هي زوينة فهمتي. هي في الحرارة ما كتحسش بالحرارة بزاف فهمتي، مثلا في منطقة الشمال كتحس بشوية بجو سخون بزاف، أما هنايا راه فهمتي حدا البحر، وكاين الناس وكاينين فهمتي لي ريزيدونس الشاليات وكذا. داكشي اش كنجيو حنايا انايا كنزورو مدينه الجديده. انا جيت الجديده حيت اصلا انا من مراكش، ومراكش سخون بزاف، وجينا على قبل البحر وبارد، وهنا مفوج كدوز واحد الايامات اللي هي نمشي بحال اليامات تدوز في مراكش. جدة وانا عندي واحد العشق كبير للجدة بزاف، خصوصا ترتاح فيها وتلقى لي سبري ديالي وتلقى لي زيدي ديالي، كوم كوا لحقاش انا غرافيست ديزاينر. صراحة الجدة زوينة نقية ومفوجة ماشي بحال مراكش، مراكش الحرارة المفرطة راكم عارفين شنو واقع. جينا لنا جديدة، الناس طيبين، جديدة مبرعة والبحر، تنطلب الله يجي لنا جيل تاونا تنقديو، ونطلب من عم سيدي الليله باكا مسعوده ديال سيدنا اللي خطب صاحب الجلاله، باكا مسعوده وباكا بالخير، والله يكمل بالخير، والناس جديده طيبه، اشي زين عندكم، زين زين زين، ما كانش حتى وناس يا دابا شي صغيره سهله.